الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من القاهرة عاصمة الخبر. والبداية بالعناوين: التونسيون في الداخل يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية. فرنسا تعلن أنها ستلغي القيود المفروضة على تأشيرات دخول مواطني المغرب إليها. الأمين العام للناتو يقول إن الحرب في أوكرانيا ستنتهي على طاولة المفاوضات. والبداية مع الانتخابات التشريعية التونسية. يتوجه الناخبون في تونس اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية. تجرى الانتخابات وفق قانون جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف سبتمبر الماضي بدلا من القانون الانتخابي لعام 2014. وبلغ العدد الإجمالي للمرشحين في ظل غياب الأحزاب الرئيسية 1058 مرشحا، من بينهم 120 امرأة. وكان التصويت في الخارج قد بدأ منذ 15 من ديسمبر الجاري ولمدة 3 أيام. وتجرى الانتخابات التشريعية في تونس للمرة الأولى بنظام المقاعد الفردية بدلا من القوائم الحزبية، ولن يتمتع الفائزون بها بالحصانة القانونية وفقا للقانون الجديد الذي منح أيضا للمواطن حق سحب الثقة من المرشح في حال تقاعسه عن أداء مهامه. غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاصمة الأمريكية واشنطن وسط حشود كبيرة من الجالية المصرية بعد مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي استمرت 3 أيام. وتوجه الرئيس المصري بالشكر للجالية المصرية بالولايات المتحدة لما أبدته من حفاوة استقبال طوال فترة إقامته بواشنطن. كما أكد السيسي أن مصر قيادة وحكومة دائما وأبدا تعمل على دعم أبنائها في الداخل والخارج ولن تدخر جهدا في خدمتهم. وقبل مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته بواشنطن جيك سليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي. وخلال لقائه رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك. وشدد الرئيس المصري على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع البنك الدولي امتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين في ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم.
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن بلادها ستلغي القيود المفروضة على تأشيرات الدخول لمواطني المغرب إليها. وفي مؤتمر صحفي مع نظيرها المغربي ناصر بوريتا في الرباط، قالت كولونا إن المغرب شريك استثنائي لفرنسا، وإن العلاقات بين الرباط وباريس فريدة. تليق على رغبة فرنسا للنظر إلى المستقبل تطبيقا لرؤية صاحب الجلالة ورئيس الجمهورية الفرنسية. خلال الاتصال الهاتفي بينهما في أول نوفمبر عرض عن ذلك، وكذلك إنني لن أفشي سرا، يوم الأربعاء مساء كان هناك تواصل بينهما وأريد أن أعرب عن ذلك. المرحلة التالية تتمثل في زيارة رئيس فرنسا المغرب في تاريخ سيبقى علينا أن نحدده لاحقا، ولكن نحن نعرف أنه سيتم خلال 3 شهور الأولى من السنة القادمة. من جانبه قال بوريتا إن هناك طموحا مشتركا لتطوير العلاقات بين بلاده وفرنسا، وأضاف أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية مهمة جدا نظرا لأنها تأتي في إطار التحضير للقاءات على أعلى مستوى بين البلدين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة. نقاشنا اليوم حول العلاقات الثنائية وضح بأن هناك تطابق في وجهة النظر، تطابق حول الرؤية لتطور هذه العلاقة انطلاقا من تعليمات جلالة الملك محمد السادس، ولكن كذلك بين بأن هناك طموح مشترك لهذه العلاقة وكيفية تطويرها. تحدثنا كثير حول الجوانب المختلفة اللي يمكن تشكل قاعدة لتطوير العلاقة، وتحدثنا كذلك حول كيفية إعادة إحياء آلية التعاون سواء الموجودة بين وزارتي الخارجيتين أو الآليات التعاون والتنسيق المختلفة بين البلدين. كان الاجتماع كذلك مناسبة باش نتحدث على بعض القضايا الإقليمية اللي كتهمنا خاصة في غرب إفريقيا والساحل. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه يتواصل مع الأطراف المعنية لعقد لقاء داخل البلاد ينهي حالة الانقسام القائمة. جاء ذلك خلال تقديم المبعوث الدولي إحاطة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإطلاعه على الوضع في ليبيا. أتصل برئيس مجلس الرئاسة لتيسير اجتماع بين الكيانات الثلاثة على أساس المقترح الأخير والذي تقدم به الرئيس منيفي رئيس المجلس الرئاسي، والمقابلة خارج حدود ليبيا مفيدة، ولكن من المؤكد أن مقابلة للقيادات داخل الحدود ستكون مثال إيجابي للمواطنين ودلالة على بداية التعافي في المجتمع وكدليل على الإرادة السياسية لتقليص المخاطر المتعلقة بالتشرذم في البلاد أو الانقسام. والآن مع تطورات ملف الأزمة الأوكرانية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجمات الروسية اليوم تستهدف المدنيين عبر قصف منشآت إمدادات الطاقة والتدفئة.
وأكد زيلينسكي أن روسيا لا تزال تمتلك صواريخ تمكنها من تنفيذ ضربات أخرى ضد نظام توليد الكهرباء في أوكرانيا. مهما استمرت القاذفات القادمة من موسكو فإنه لن يغير ذلك ميزان القوى في الحرب. لا يزال لديهم صواريخ كافية لتنفيذ مثل هذه الضربات الهائلة. سيكون لدينا ما يكفي من التصميم والثقة بالنفس لاستعادة ما هو لنا بعد هذه الضربات. قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 20 آخرون جراء قصف أوكراني على قرية لانتراتيفكا في منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة تاس عن خدمات الطوارئ قولها إن 20 شخصا آخرين في عداد المفقودين بعدما ضربت هجمة صاروخية أوكرانية مبنى في وقت باكر من صباح اليوم. ندد جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالقصف الروسي الكثيف على أوكرانيا واصفا إياه بإرهاب الكريملين الأعمى. وقال بوريل في بيان له إن هذه الهجمات الوحشية وغير الإنسانية التي تقوم بها روسيا تهدف لزيادة المعاناة الإنسانية وحرمان السكان الأوكرانيين من الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والكهرباء والتدفئة. قال الكريملين إنه سيدرس الحزمة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والرد عليها. أوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو بصدد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة حول كيفية الرد على فرض الغرب سقفا لأسعار صادرات النفط الروسية. أوقف مصرف روسبنك الروسي عملياته بالدولار الأمريكي واليورو محذرا من احتمال وقف بعض المعاملات. يأتي ذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على البنك ومالكه فلاديمير بوتانين وشركته القابضة وأفراد من عائلته. قالت وزارة الخارجية الروسية إن معظم الحبوب والمواد الغذائية التي تصدر من أوكرانيا تذهب إلى البلدان المتقدمة. وأشارت إلى أن موسكو ستطرح بعض الأسئلة حول اتفاق الحبوب حال لم يتم تعديله، وذلك في لقاء مرتقب مع الأمم المتحدة سيعقد خلال أيام. واعتبرت أن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا تقوض مصالح الدول الأوروبية وأن واشنطن هي المستفيد الرئيسي من تلك العقوبات. هذا وأكدت وزارة النقل في موسكو أن الناقلات الروسية لا تواجه أي مشكلات في المرور عبر مضيق البوسفور. كانت روسيا أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء تكدس السفن التي تنتظر عبور المضيق بعد أن أدخلت تركيا قواعد تأمين وفحوصا جديدة. قال الأمين العام لحلف الناتو يينس ستولتنبرغ إنه من المرجح أن تنتهي حرب أوكرانيا على طاولة المفاوضات كغالبية الحروب. وأوضح ستولتنبرغ أن أي حل للأزمة يجب أن يضمن بقاء أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة، مؤكدا أن الحلف سيواصل دعم كييف حتى يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عجزه عن تحقيق انتصار عسكري. أعلن منسق الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن هناك حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا ومن المنتظر أن تتضمن تعزيز قدرات الدفاع الجوي. وأضاف أن واشنطن لا ترى أي مؤشر لهجوم روسي وشيك على العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتابع الموقف عن كثب.
قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على تمديد ترتيبات لمصر بقيمة 3 مليارات. وجاء في البيان أن من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2023 للإنفاق العسكري بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن. يسمح قانون الدفاع الوطني بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في رواتب الجنود وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات ودعماً لتايوان ولأوكرانيا. وتعد هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. قانون تفويض الدفاع الوطني بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يدخل حيز التنفيذ عبر تخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري للعام المقبل، بعد إقراره من مجلس النواب بأغلبية 350 صوتا مقابل 80، والموافقة عليه من مجلس الشيوخ بأغلبية 83 مقابل 11 صوتا معارضا. تفويض الدفاع الوطني هو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، ويكون نتاج أشهر من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس. الميزانية التي وصفت بالأكبر في تاريخ الولايات المتحدة تهدف إلى تطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتخصص نحو 2 مليار دولار سنويا للمساعدات العسكرية الخارجية، وذلك حتى عام 2027. قانون ركز بالأساس على النزاع الأوكراني ودعم كييف ب 800 مليون دولار سنويا كمساعدة أمنية إضافية العام المقبل، وكانت تايوان على رأس الميزانية بمنحها مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة بنحو 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات. روسيا والصين اعتبرت القانون استمرارا في سلوك الولايات المتحدة التصعيدي، مؤكدتين أنه سيؤدي إلى عواقب خطيرة وطويلة الأجل تؤدي في نهاية الأمر إلى زعزعة الاستقرار. قالت وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد ينبغي عليها شراء الأسلحة بشكل مشترك لإعادة ملء المخزونات بعد إمداد أوكرانيا. وحذرت الوكالة من أن الولايات المتحدة ربما لا تتمكن دوما من حماية أوروبا من التهديدات. جانب آخر من الأزمة الروسية الأوكرانية، هذه المرة في مخازن الأسلحة الأوروبية. فالعملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير الماضي دفعت أوروبا إلى إمداد أوكرانيا من مخزوناتها من الأسلحة. واليوم بات على القارة العجوز أن تعيد ملء مخازنها من جديد، ما حدا بوكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي لحث الحكومات الأوروبية على شراء الأسلحة بشكل مشترك، معتبرة أن الولايات المتحدة ربما لا تتمكن دوما من حماية أوروبا من التهديدات. وكالة الدفاع الأوروبية التي تساعد حكومات التكتل الأوروبي على تطوير قدراتها العسكرية قالت إن الحرب العدائية الروسية على أوكرانيا أظهرت أوجه القصور في قدراتها، ما دفعها إلى بدء محادثات مع شركات الأسلحة الأوروبية حول تعزيز الإنتاج، فضلاً عن تشاورات مع دول حول التكاتف معاً لشراء العتاد والذخيرة. الوكالة الأوروبية قالت إن اشتراك الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يجعلها لا تستطيع توفير بعض المتطلبات الأساسية مثل الجسور الجوية الاستراتيجية وطائرات الاستطلاع والصواريخ دقيقة التوجيه والدفاعات الجوية. وتخطى إنفاق الدفاع الأوروبي 200 مليار يورو للمرة الأولى في 2021، مرتفعاً بنسبة 6% عن العام السابق،
وهو الأقوى منذ بدأت المنطقة تعزيز الإنفاق العسكري في 2015 عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. كان تقرير صدر عن البرلمان الأوروبي عام 2020 أفاد بأنه من دون مساعدة الولايات المتحدة سيكافح الاتحاد الأوروبي للدفاع عن نفسه، مفتقرا إلى الاستخبارات وطائرات الاستطلاع ودفاعات الصواريخ متوسطة المدى، بالإضافة إلى الغواصات والسفن البرمائية. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من عدم قدرتها على توصيل المساعدات الكافية لإقليم تيجري في إثيوبيا وسط تردي الأوضاع الأمنية. قالت اللجنة إنها أوصلت الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في الإقليم، وأشارت إلى أن هذه الإمدادات غير كافية لإنقاذ جميع سكان الإقليم وخاصة الأطفال دون سن الخامسة والذين يعانون من سوء التغذية. أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها الشديد من التعليق التعسفي لحسابات الصحفيين على تويتر. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك ضرورة التصدي لمحاولات منع حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي. منزعجون جدا من التعليق التعسفي لحسابات الصحفيين التي رأيناها على تويتر. لا ينبغي إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة تدعي أنها مساحة لحرية التعبير. من وجهة نظرنا تشكل هذه الخطوة سابقة خطيرة في وقت يواجه فيه الصحفيون في جميع أنحاء العالم الرقابة والتهديدات الجسدية، بل وأسوأ من ذلك. إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. التونسيون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية. فرنسا تعلن أنها ستلغي القيود المفروضة على تأشيرات دخول مواطني المغرب إليها. الأمين العام للناتو يقول إن الحرب في أوكرانيا ستنتهي على طاولة المفاوضات. شكرا لكم، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء من القاهرة عاصمة الخبر.